مرحبا بكم على أصوات. تأكد على الهوية وقلتي أن المسائل اللي كتجمع الهوية المغربية. الدستور أيضا صريح في واحد المجال آخر اللي تقول لنا كاين مواثيق دولية، كاين الانفتاح، كاين الأقليم، مجموعة الأسد. شنو كتعملوا أنتم الآن في الانفتاح ديال المغرب وأنتم لغيتوا تقريبا أو همشتوا اللغات اللي كتنفتح على المجتمع منها اللغة الفرنسية وحتى اللغة يمكن الدارجة وغادي نرجع معاك في التفصيل. لا 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 فاتسيا نو فاتسيا قال عندي جابرييل جابرييل بانو قال هو انه يتمنى ان هذا المغربي من الديانه قال بانه واحد حنا خصنا نطالبوا ببرامج على اليهود المغاربه اللي كاينين كيفاش ثقافتهم تكون هي ضد التحولات مادام انتم كتنصوا على ما هو والدستور واضح. نعم. الدستور كيحمي الاقليات وكيحمي تحمي التعدديه المغربيه. انا باغي جوج اسئله كتعطيني الوقت نجاوب عليهم. تفضل. السؤال الاول وهو ان دفتر التحملات نص بوضوح على تدعيم قيم الديمقراطيه والمواطنه والحريه النهوض بمنظومه حقوق الانسان ومناهضه كل اشكال التمييز وفقا للدستور والالتزام الدولي للمغرب، وهذا باب الخدمه العموميه اللي ما شافهاش كاين هذه الديباجه، ولكن في التفصيل كتعرض معها تفصيل الماده 23 برامج مخصصه للمرأه ضوء حقوق المرأه. الاكثر من ذلك اسمحي لي اسمحي لي الانفتاح ما هو؟ تفضل. الانفتاح هو الماده اللي نصنا عليها هنا بوضوح. الانفتاح الهويه اكتسبت في المغرب. ما مستعدش تسمعي لي الجواب؟ لا مستعد نسمع لك وكل والجواب 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 بكل بساطه ان الدستور ان دفتر التحملات استنادا على الدستور نص في مادة صريحة واضحة تهم التنوع اللغوي. ماذا قال؟ إنه من الواجب العمل على ضمان التنوع وإتاحة الانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية بما يعزز التواصل وتلاقح الحضارات. المادة 9 من دفتر التحملات وهي منصوص عليها. وكيف تم ترجمتها؟ في المادة 32 تنوع الإسني أن القناة تخصص ممدد شبكتها المرجعية 20% من اللغات الأجنبية ويمكن القناة مخالف حدود 5% أي من 20-5%. إذن كاين مبدأ ديال الانفتاح في المادة 47 خاصة بالإذاعة. هذا مبدأ الانفتاح وليد به بغيتي باطل. علاش؟ لأنه لا نقطة هو كتقولوا بأنه اللغة الفرنسية ولا اللغات الأجنبية، ولكن مشيتوا كتقولوا بأن اللغات الأجنبية هاد الحالة راهي يمكن قل من 19 ماشي كثيرة، ولكن باش كتجي في شبكة البرامج كتمنع بين 12 النهار حتى لوحدة 12 الليل ما يكونش اللغة الفرنسية. فهذا تعنيش كيفاش لغة البرامج من 9 حتى للي زعما شنو غادي دير البرامج؟ الاكسبوزيسيون اللي كتعطي. واش بغيتي نجاوب على هذا السؤال؟ غتجاوب عليه بعد قليل، غتجاوب عليه بعد قليل. مصطفى الخلفي الآن ضيف أصوات ضيف الساعة تحت البجار. واليهود جواب بسيط وهو انه الماده 32 واضحه كتقول لك تخصيص من مده شبكتها المرجعيه. الشبكه المرجعيه فاش كنرجعوا كنقراوها شنو كنلقاوها؟ كنلقاوها هي اللي كتحدد من 4 الى 1 صباحا. نعم. بمعنى هذا الشيء اللي قلتيه السي نجيب ماشي هو اللي كاين، انت قلتي شيء غير موجود. قلنا من مده شبكتها المرجعيه قد يطرى في العبري اللي ذكرتيه. رجع لدفتر التحملات، رجع المادة 2 تقول تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. ما عاودت الدستور ما قلتوش غنديروا مثلا لا إذا عمليا دابا الآن فاش ما فصلناش قلتوا فاش فصلنا علاش فصلتوا؟ فاش ما فصلناش علاش ما فصلتوش؟ اسمح لي يا أخي يكون منسجم مع ذاتي. أنا غادي نشرح بالذات فهاد المادة 32 ديال التنوع الإسني غادي نقراها باش نكونوا استوعبوها أكثر. كتقول فيها تخصص القناة الثانية من مدة شبكتها المرجعية 50% للبرامج باللغة العربية السليمة والمبسطة، 30% باللغة الأمازيغية والتعبيرات الإسنية العربية واللسان الصحراوي الحساني، و20% باللغات الأجنبية.
غادي نمشي معاك غير في الدقيق نوقف معاك على اللغه العربيه السليمه المبسطه. واش هي اللغه العربيه الفصحى؟ لغه العربيه الفصحى ملي كتقول لي 30% باللغه الامازيغيه والتعبيرات اللسانيه، يعني واش الدارجه اللي اليوم كاينه في القنوات واللي هي اساس القرب كتدخلوها في هاد 30%؟ يعني غنولي قنوات عربيه سليمه فصيحه. ملي كتقول لي 20% باللغات الاجنبيه ما كتكونش غير الفرنسيه، كيمكن لي نستعمل الانجليزيه الاسبانيه الهولنديه مجموعه، يعني هنا كيبان واحد اللبس. فبغيت توضح ليا ان كاين اقصاء الدارجه يمكن اللي هي اللي كتوحد واحد المغاربه، وكاين الجواب على سؤالك مستر الطيبي. القضيه واضحه وهي انه بالنسبه للدارجه في المغرب كاين دارجات. نعم. وعوض ما نستعملوا هذا المصطلح استعملنا مصطلح اللي هو التعبيرات اللسانيه العربيه. يعني الدارجه مشات في هذا 30%. دلوقتي اذا هالاولى نعم. هذيك تعبيرات لسانيه. نعم. ها واحد. جوج ما كنهضروش هنا على اللغه الفصحى الكلاسيكيه كما قال البعض. كنت على العربيه السليمه. والمبسطه. انا كنعرف اللغه العربيه السليمه هي ديال النحو ديال سيباوي. سليمه مبسطه. هي سليمه مبسطه. اللغه المبسطه هي اللغه. شحال المغاربه كيعرفوا اللغه العربيه السليمه والمبسطه. سمحي لي اختي خلينا نتحدث. تفضل مستقبل. المغاربه اللي كيتابعوا القنوات الدوليه واللي كيتابعوا النشرات واللي كيتابعوا الاخبار كيتابعوها كيتفاعلوا معها. يعني فرض اللغه العربيه. بلاتي. اللغه العربيه هي لغه يعني الصوت. يعني جزيره او اقراء او لا. سمحي لي. واش دفتر التحملات ملزم ينزل الدستور ولا ينزل شي حاجه اخرى؟ لا كينزل الدستور. الدستور كيقول حمايه وتقويه اللغه العربيه. يعني واحد يعني جوج بلاتي. كيفاش فرض العربيه؟ واش الدستور مفروض علينا؟ واش انتم مع الدستور ولا ضد الدستور؟ مع الدستور ولكن مع الدستور بلاتي. الدستور لان سمحي لي الدستور يقول تعدد لغوي. واش سمح لي نتكلم؟ تفضل عندك. انا الدستور كيقول اللغه العربيه وكيقول اللغه الامازيغيه. في اللغه الامازيغيه كنطلقوا من التعبيرات اللسانيه الامازيغيه الثلاث وكنمشيو للغه المعيار. هادشي حتى واحد ما كيعترض عليه. ثلاث على انك تلوينات اللهجات الامازيغيه كتعملوا بها. ثلاث كاينه ثلاث اللي هي معروفه ولكن كاينه تعبيرات الامازيغيه. شنو غنديروا ليها؟ هو هذاك التنوع اللسني اللي كنهضروا عليه. التعبيرات اللسانيه على اساس انه لا في الامازيغيه ولا في العربيه كاين ما يسمى باللغه المبسطه. فاش نقول اللغه المبسطه السليمه بمعنى اللي كيتواصلوا بها المغاربه وكيفهموها. بالدارجه بالدارجه كما كنهضروا بها. يعني الدارجه اللغه العربيه السليمه هي اللي فيها جمله ديال العرب سليمه. اسمعني كل الدول تاخذين النموذج ديال فرنسا. نعم. مجلس اعلى السمعيه البصريه في فرنسا صدر قرار على دور الاعلام في علاقته بحمايه اللغه الوطنيه. مشينا لايرلندا اللغه الوطنيه الرسميه. كيقول بان لان الدارجه هي اللغه الشفويه. اللغه المكتوبه هي اللغه اللي كتكتب سليمه عندها قواعد كتحكمها وكتاطرها. والدارجه والدارجات اللي عندنا في المغرب. نعم. يعني دير وجده راه ماشي هي مراكش ومراكش ماشي هي الشفويه. ولكن كلهم عندهم بلاد. الاصل واحد اللي هو اللغه العربيه لان هذا هو الجذع ديالو العربيه والعلاقه الوثيقه اللسانيه. واش حنا في حوار؟ واش حنا في حوار؟ تفضل لنا في حوار. الحوار كيقول بان عندنا اللغه العربيه كتلعب واحد اللي هي سليمه مكتوبه مع اللغه مع الدارجات اللي عندنا كاين شي واحد التكامل وظيفي. نعم. لان المغاربه كيحسوا باللغه ديالهم كيعيشوها. سمح لي حنا اللي نص عليه الدستور نص على اللغتين العربيه والامازيغيه ونص على اللهجات في المستوى المؤسساتي وفي المراسلات الرسميه. سمح لي ماشي في لغه الشارع. سمح لي الدستور ما كيتحدثش على لغه الشارع. اها لكن كنحترموا الدستور ودرنا الدستور اللي هو التعاقد باش ننزلوه خصنا ننزلوه. كانت عندنا سياسه. هادشي علاش تلقاو الفكرة واضحة. خليه يجاوب. الوقت اللي كيبغيو على مستوى الانتخابات وحقهم انهم يهضروا شو يهضروا الدارجة. الوقت اللي جاو هذاك وكاجي نزلوا الدستور.
السم اللي كيشبحوا كيديروا ربعهم وكيديروا مجموعه باش يتواصلوا. اذا راك لاحظ بان انا ما كاينش شك في لا لا تفضل بان كاين تمييز لا 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 كاين محاوله الاقصاء لا 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 وعدم وعدم الحيلوله بين التعبير على كاين الحوار الصريح مصطفى الخلفي والجواب. الحوار الصريح وتعطوني الحق في الجواب وتنطلب فقط بالوقت اللي كتاخذوه في الاسئله وبدون مقاطعه لاني كنمتنع على المقاطعه ديالك. تفضل. الجواب صريح وهو ان احنا الان كنتحدثوا بلغه عربيه مبسطه سليمه. كنتحدثوا بالدارجه. وهذه اللغه البسيطه هي اللي كتجعلك انت كتسبق الفعل على لان الدارجه كتقلبهم فاش كتحدث الدارجه هذيك القاعده اللغويه اللي كانت في العربيه الفصحى. هذيك اما الان هذه اللغه المبسطه في الادوات ديال الربط اللي كنستعملوها واللي المغاربه كيتواصلوا بها الان التعبيرات اللسانيه الان اللي كتقولي بانه حنا قصينا الدارجه فين هي شنو هي التعبيرات اللسانيه العربيه؟ الدارجه تعبير رسمي دخلتوه في 3% بلاتي اسمحي لي اختي 70% شنو كان في اسمحي لي في السابق كانت عندنا 70% فيها العربيه والامازيغيه واللهجات جينا الان لمساعده ديال لضبط الالتزامات ديال المتعهدين وضعنا قواعد شنو هي؟ قلنا شنو هي النسب؟ ها هي العربيه هذا الشيء في القطب العمومي لان في قناه التمازيغ درنا 80% الامازيغيه نعم و 20% اللغه العربيه في القناه الفصيحه السليمه ما قلناش الفصحى فقط ما قلنا الفصحى لان الفصحى الكلاسيكيه ماشي هي اللغه العصريه اللي المبسطه السليمه اللي كيتواصلوا بها المغاربه فاش يبغوا يعبروا على الافكار المجرده الان انت الا بغيتي تعبري على الانتخابات شنو كتقول كيفاش ما نقول شنو هي كلمه الانتخابات الامازيغيه ولا العربيه الفصحى غنمشي نصوت غادي نصوت هي اذا غادي نصوت شنو هي التصويت غنمشي نربي داك البريه في الصندوق طيب المغاربه اللي قلنا لهم حنا غادي نصوتوا واش كيفهمونا ولا لا فاش نقول لهم انتخابات واش كيفهمونا ولا لا غادي غادي ماشي ماشي غادي غادي ماشي لغه عربيه سليمه راه غادي راه يمين الغد ما نقولوش معاك في التدقيق غير سؤال نبقاو في هذا انا اليوم اليوم سؤال في المينا يعني سليم الشيخ خرج كمهني وكعباد الله كاين مشكل لان اليوم هذه القناه عندها اكثر من 23 سنه وحدات واحد الكم من المشاهدين اللي وصل لواحد الرقم اللي هو رقم محترم بهذه اللغه الدارجه اللي كنتعاملوا بها اليوم واش غادي نعاود نقريو دوك الناس اللي كيتشتغلوا في القناه العربيه واش دابا غنمشي نعلمها العربيه السليمه باش يمكن لها تشوف التلفزيون سؤال صريح القضيه ديال الاستعمال الدارجه كنتعامل دابا مع المقبل اللي كتسمعنا طيب الاستعمال ديال الدارجه في المسلسلات المدبلجه هذا مساله حصلت في هاد الثلاث سنوات الاخيره نعم ولكن برامج حواريه الدارجه برامج الحواريه انا شاهدت في الكثير منها كانت تستعمل لغه سليمه لا لا في البرامج الحواريه باللغه الفرنسيه كنستعملوش لو جابون كنستعملوش الدارجه نعم. الفرنسيه التعليم ديال الكرات العربيه السليمه نعم. القناه الثانيه هي اللي علمتنا اللغه العربيه المبسطه والسليمه القناه الثانيه كنا كنسمعوها طيله التسعينيات من نهار تاسست في 1980 القناه وهذه مناسبه باش نقولها نعم. الناس اللي صدروا البلاغ اللي اشادوا به فتره التحملات واللي قالوا بان الموعد الاخباري اليومي اللي كاين في 9 دولار داروا هذا هو الاصل اللي كان نعم هذه سنوات هذا كنت تفهم عليه مزيان مزيان الناس اللي هضروا القناه كانت قناه الحوار السياسي والنقاش العمومي الهويه دابا الان في فتره التحملات كيقول بان خصها تكون فاعل في تنزيل المشروع الجهوي بشكل كبير وفي نفس الوقت كتخدم اكتشاف المواهب والطاقات في كل مجالات الابداع كما هو منصوص عليها في الماده 19 من دفتر التحملات اذا المكاسب اللي بناتها القناه وشكلت الوجه ديالها كفضاء النقاش العمومي وشكلات في منتصف التسعينات القناه اللي واكبت التحول الديمقراطي انذاك اللي انطلق الان عندنا واحد التحول ديمقراطي مرتبط بالعمليه ديال تحول الدستور طيب. كنقولوا القناه تلعب دور اساسي فيه طيب. هذا السؤال بالتالي لا ولكن ماشي بالتالي ما كاينش تهديد المكتسبات نعم. كان بالعكس هويه القناه كما نشات اول يوم كقناه ديال الحوار والنقاش والقرب نعم. ومواكبه القضايا بجراه وبحوار وباستقلاليه تحريريه نعم. وبجلب كافه التيارات لا 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 لا
هي القناه اللي فشلت اقتصاديا هي القناه اللي كانت انا رجعوا جيستور ما نسواش دابا انت هذا السؤال هذا الجواب الذي اجبتني به كان خصك تسولوا السي سليم الشيء لا سولنا اسمح لي لا لا كنهضر على القناه الاولى اللي كانت قناه خاصه قناه ديالنا اسمح لي نكمل الجواب ديالك وخلينا البشر باش نسولوا فاش قلت لك فاش قلت لك بان تماما انك هذا السؤال لانه هو فاش هضر كما